السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 2، الصف الثاني الابتدائي، ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 3 الفصل الثالث، When I Grow Up. When I grow up، عندما أكبر. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنهاردة هنبدأ مع page 64 أو صفحة 64، ولسه بنتكلم عن الكاتيجوريز أو التصنيفات الخاصة بالجوبس المختلفة أو بالوظائف المختلفة. وكنا عرفنا أول كاتيجوري أو أول تصنيف هو الأجريكولتشرال، agricultural أو الوظائف الزراعية. وهنا بيقول لنا observe، observe يعني لاحظ. the workers العمال، on the page، on the page في الصفحة. what tasks، what tasks ما المهمات، ايه هي المهام. are the workers performing، are the workers performing التي يؤديها العمال. performing هنا يعني يقوم بها، يؤديها، ينفذها. what tools، what tools ما الأدوات. are being used، are being used المستخدمة، يعني ايه هي الوظائف اللي هم بيقوموا بيها، وكمان ايه هي التولز او الأدوات اللي بيستخدموها في عمل الوظائف دي. فزي ما احنا شايفين يا اصحابي في عندنا صورتين في البيج هنا. اول صورة فيها جرار زراعي او تراكتور، تراكتور يعني جرار زراعي. الفارمر او الفلاح بيحرس بيه الارض، بيحرس الارض يعني بيخليها فيها بعض الشقوق والحفر علشان خاطر بعد كده لما يجي يحط البذور اللي بيزرع بيها النباتات يقدر يحطها في الشقوق دي بسهولة، وبعدين يقفل عليها ويرويها بالمية ويطلع نباتات جديدة. فان هو يحرس الارض، يحرسها يعني يشققها ويخليها تبقى مشققة كده، مش ماسكة في بعضها، لما يرمي البذور بعد كده يقدر يزرع النباتات بسهولة ويرويها بسهولة. فالتراكتور، التراكتور او الجرار بيساعده في ده بطريقة اسرع، بدل ما يقعد يعمل ده بالفاس بيعمله بالتراكتور او بالجرار. فطبعا الجرار يعني تراكتور. يحرس الارض يعني بلوز، بلوز يعني يحرس الارض. يبقى اول حاجة احنا عرفنا الصورة ايه هي التول اللي موجودة فيها، والجوب اللي بيقوم بيها الفلاح او الفارمر ان هو بيعمل plows the land او ان هو بيحرس الارض. احنا لسه هنكتب الكلام ده في اسفل البيج، بس لازم نكون فاهمينه الاول. تاني صورة موجود فيها الفارمر او الفلاح وهو بيشيل الاعشاب الضارة من النباتات، وهو كمان بيعمل حاجة اسمها الحصاد للنباتات المختلفة والاعشاب المختلفة علشان بعد كده يستخدمها في حياته، ويستخدمها بعد كده لطعام الحيوانات بتاعته ويباعها وهكذا. ان هو يحصد النباتات والحشائش ده اسمه reaps، reaps يعني يحصد، زي harvest بالظبط. reaps يعني يحصد زيها زي harvest بالظبط، بس reaps هنا اللي هو الحصاد اللي احنا بنتكلم عنه ده بيستخدم حاجة اسمها sickle، sickle يعني المنجل، اللي هي السكينة المتنية اللي في ايده دي بيقطع بيها الاعشاب والحشائش، ده اسمه سيكل، سيكل يعني منجل. فهو بيعمل ريبس للبلانتس يوزنج اي سيكل. فهنقول بقى الكلام ده مرة تانية، هنكتب هنا في البيج من تحت. the farmer plows the land using tractor، the farmer plows the land using tractor. ده اول صورة. الصورة التانية، the farmer reaps the plants using the sickle، the farmer reaps the plants using the sickle. وبكده عرفنا يعني ايه tractor ويعني ايه sickle، يعني ايه plows يعني ايه يعمل حرس للأرض، ويعني ايه كمان reaps، reaps او يعني ايه يحصد النباتات المختلفة. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 65 او صفحة 65، وعنوانها industrial. industrial يعني صناعي، وهنا بنتكلم عن الindustrial jobs او الوظائف الصناعية.
وبيقول لنا هنا observe observe يعني لاحظ. The workers on the page, the workers on the page, العمال في الصفحة. What tasks, what tasks, ما هي المهام. Are the workers performing, are the workers performing, اللي بيقوم بيها العمال بيؤدوها. What tools, what tools, ما الأدوات. Are being used, are being used, المستخدمة. فزي ما احنا شايفين يا أصحابي في عندنا two pictures أو صورتين هنا. أول picture أو أول صورة فيها electrician, فيها electrician, electrician أو راجل كهربائي, عامل كهرباء electrician, وهو بيعمل fixing أو بيصلح ل electrical faults, electrical faults أو الأعطال الكهربائية. يبقى الالكتريشن او الراجل عامل الكهرباء ده بيعمل فيكسس او بيصلح, بيعمل فيكسنج بيصلح. electrical faults, electrical faults اللي هي الاعطال الكهربائية. طب بيعمل ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في المفك اللي هو بنسميه سكرو درايفر. سكرو درايفر يعني المفك, يعني المفك او مفك البراغي. يبقى هو بيعمل ايه مرة تانية؟ بيعمل فيكسس او بيصلح. electrical faults, electrical faults, الأعطال الكهربائية. using, مستخدما, screwdriver, screwdriver أو المفك أو مفك البراغي. طب الصورة التانية فيها إيه يا أصحابي؟ الصورة التانية زي ما احنا شايفين فيها construction workers, construction workers أو عمال بناء, الناس اللي بتبني المباني المختلفة, بيبنوا المبنى او بيعملوا building للbuildings المختلفة. طب بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا حاجة اسمها الهامر, هامر او مطرقة, شاكوش يعني, and و saw, saw اللي هو المنشار. يبقى بيستخدموا الهامر, الهامر او المطرقة, الشاكوش, and saw, saw اللي هو المنشار. نكتب الكلام ده في اخر البيج تحت ونقول اول حاجة electrician, fixes, electrical faults, using screwdriver. electrician, fixes, electrical faults, using screwdriver. ده أول حاجة. تاني حاجة construction workers, construction workers, عمال البناء, uses, بيستخدموا hammers and saws, hammers اللي هي المطارق المختلفة, and saws, saws والمناشير اللي هي جمع منشار saw زي ما قلنا من شوية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده, خليكم معي. ونوصل لبيج 66 أو صفحة 66, وبنتكلم فيها عن الكوميرشال جوبس, الكوميرشال التجاري. وهنا بيقول لنا observe, observe يعني لاحظ. the workers on the page, the workers on the page, العمال في الصفحة. What tasks are the workers performing, what tasks, ما هي المهام. Are the workers performing, التي يؤديها العمال. What tools, ما الأدوات. Are being used, are being used, المستخدمة. وطبعا عندنا هنا صورتين في البيج دي يا أصحابي. أول صورة في سيدة بتشتري حاجات تقريبا من السوبر ماركت, والموظفة هنا ماسكة في ايديها آلة كده صغيرة بتقول لها لو حضرتك معاكي كارت ممكن تدفعي عن طريقه. الآلة الصغيرة دي يا أصحابي اسمها Direct Debit Machine, Direct Debit Machine أو بيسموها آلة الخصم المباشر, لما يبقى حد مش معاه فلوس بس بيبقى معاه ATM كارد أو اللي هو الكارت بتاع بابا وماما اللي هو الكريدت كارد أو الديبت كارد, بيقدروا يشتروا بيه حاجات من السوبر ماركت. بيحطوا الكارت في الآلة دي, والآلة دي بتخصم من الكارت اللي معاهم قيمة الحاجات اللي هم اشتروها. فدي بيسموها Direct Debit Machine, Direct Debit Machine أو آلة الخصم المباشر. دي بنستخدمها لما بيبقى معانا كارت وعايزين ندفع بيه قيمة المشتريات بتاعتنا. أما الصورة التانية فهي في pharmacy, pharmacy أو صيدلية. في هنا pharmacist, pharmacist أو صيدلية, دكتورة صيدلانية واقفة وبتستخدم الكمبيوتر واللابتوب
في ان هي تنظم الادوية اللي عندها في الفارماسي او في الصيدلية علشان الدنيا تبقى منظمة بشكل اكبر. فهنا هنكتب في السطر الاولاني، هنقول اول سطر هنكتب فيه اللي هي الكاشير او الماني كولكتور اللي هي الموظفة بتاعت اللي هي بتاخد الفلوس من الناس بعد ما يشتروا، دي اسمها الماني كولكتور. هنكتب ماني كولكتور uses direct debit machine. Money collector uses direct debit machine. دي أول حاجة. وفي السطر التاني هنقول pharmacist sells medications uses computer. Pharmacist sells medications uses computer. يعني الصيدلانية، الدكتورة الصيدلانية بتبيع الأدوية ومستخدمة في ده الكمبيوتر بيساعدها في أداء الوظيفة دي. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 67 أو صفحة 67 وعنوانها tourism. tourism بيكلمنا هنا عن ال tourism jobs أو الوظائف السياحية، وبيقول لنا هنا observe the workers on the page، لاحظ العمال في الصفحة. وبيقول لنا هنا what tasks are the workers performing، ما المهام التي يقوم بها العمال. what tools، ما الأدوات are being used، المستخدمة. وفي عندنا هنا two pictures أو صورتين، أول صورة فيها ال reception أو الاستقبال بتاع الهوتيل أو الفندق، وموجود فيه ال receptionist وال concierge. ال receptionist موظف الاستقبال وال concierge موظفة الاستقبال والمساعدة. وفي كمان visitor أو زائر، المفروض إن هما بيساعدوه علشان يشوفوا هو عايز ايه ويوصلوا للمكان اللي هو عايزه. عايز يحجز روم هيحجزوا له روم عندهم، لو عايز يروح الريستورانت او المطعم علشان ياكل هيساعدوه في ده برضو. اما في الصورة التانية ففي تور جايد او مرشد سياحي ومعاه تورست او سواح. في طبعا تورست سايت او في مكان موقع سياحي بيساعدهم وبيخليهم يستمتعوا بيومهم في التورست سايت ده او في الموقع السياحي ده. فنكتب في اول سطر تحت receptionist assists visitors uses brochures and pamphlets. البروشورز والبامفلتس دول يا اصحابي اللي هي المطبوعات الصغيرة اللي بيمسكوها في ايديهم الريسبشنست دول، اللي فيها بيانات المطاعم اللي موجودة في الهوتل او في الفندق ده، المتاجر اللي فاتحة بتبيع ايه، وكمان المواعيد بتاعت كل حاجة. دي اسمها بروشورز وبامفلتس، منشورات دعائية بيوروها للناس يعرفوهم معلومات عن طريق استخدامها. فمرة تانية receptionist موظف الاستقبال assists بيساعد visitors الزوار uses مستخدما brochures and pamphlets المنشورات والمنشورات الدعائية المختلفة. أما في السطر التاني فهنقول tourist guide المرشد السياحي helps بيساعد tourists السواح in في tourist sites المواقع السياحية. tourist guide helps tourists in tourist sites في المواقع السياحية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 68 او صفحة 68 وبتتكلم عن الستيم جوبز. ستيم جوبز، واحنا عرفنا ستيم المرة اللي فاتت هي اختصار لـ Science Technology Engineering and Math. Science العلوم، Technology التكنولوجيا، Engineering الهندسة، and Math والرياضيات. الوظائف الخاصة بالحاجات دي بنسميها ستيم jobs أو وظائف STEM. وهنا بيقول لنا observe the workers on the page، لاحظ العمال في الصفحة. what tasks are the workers performing، ما الوظائف التي يؤديها العمال.
What tools are being used? What tools are being used? ما الأدوات المستخدمة؟ وعندنا هنا two pictures أو صورتين. أول صورة فيها two scientists أو اتنين من العلماء بيستخدموا حاجات وأدوات بتاعتهم في طبعا اللاب lab أو المعمل. طبعا واضح إن ده science lab أو معمل العلوم. الصورة التانية فيها computer programmer أو مبرمجة كمبيوتر قاعدة بتشتغل على الكمبيوتر بتاعها وبتصمم برامج مختلفة، فطبعا واضح جدا إن دي computer programmer. ففي السطر الأولاني هنكتب ونقول scientists العلماء uses يستخدمون science lab. science lab معمل العلوم. scientists العلماء uses يستخدمون science lab. أما في السطر التاني هنقول computer programmer uses computers. مبرمجين الكمبيوتر بيستخدموا الحواسيب. ممكن كمان نقول uses keyboards يستخدموا الكيبورد أو لوحة المفاتيح. يبقى computer programmer مبرمج الكمبيوتر uses computer استخدم الكمبيوتر. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج 69 او صفحة 69 وعنوانها My Favorite Topic. My Favorite Topic موضوعي المفضل. Topic يعني موضوع. ايه الحاجة اللي انت بتفضلها، بتفضل تتكلم فيها، بتفضل تتعلم فيها حاجات مختلفة، ده اسمه التوبيك. وطبعا اللي انت بتفضله ده بيبقى اسمه الفيفوريت توبيك. الفيفوريت توبيك او الموضوع المفضل. فبيقول لنا هنا draw ارسم and write واكتب to tell about علشان تخبر عن your favorite topic at school. your favorite topic at school موضوعك المفضل في المدرسة. فانا مثلا الموضوع المفضل بتاعي at school او في المدرسة الساينس او العلوم. هكتب هنا my favorite topic at school is science العلوم. انا بحب العلوم. my favorite topic at school is science. وهعمل draw هرسم مثلا الحاجات اللي انا بحب اعملها. ارسم مثلا الساينس تولز او الادوات العلمية، سواء كانت مثلا ادوات مختبر مختلفة، حاجات من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الاكسبيرمنتس او في التجارب المختلفة، والحاجات اللي احنا كمان بنستخدمها في اللاب. ممكن ارسمه هنا. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي ونوصل لبيج 70 او صفحة 70 وعنوانها visiting my aunt and uncle. visiting زيارة my aunt عمتي او خالتي and uncle وعمي أو خالي. follow اتبع along as the teacher reads aloud اتبع جنبا إلى جنب مع المعلم وهو يقرأ بصوت عال. فهنا مكتوب يا أصحابي I visited my aunt and uncle at work today. I visited يعني أنا زرت، أنا قمت بزيارة my aunt عمتي أو خالتي and uncle وعمي أو خالي at work today في عملهم اليوم. first اولا I went انا ذهبت to my aunt's store يعني الى متجر عمتي او خالتي. aunt's هنا الابوستروفي اس دي اس الملكية، بتقول ان الستور اللي انا روحته ده ملك ل my aunt او لعمتي او خالتي. I went to my aunt's store. She sells هي تبيع clothes الملابس to people للناس. She listen هي تستمع to how much money لكم كمية النقود people have to spend اللي الناس عايزة تصرفها. مرة كمان she sells clothes to people. she listen to how much money people have to spend. then ثم بعد ذلك she finds هي بتجد
the perfect outfit, perfect outfit, الملابس المناسبة جدا. perfect يعني مثالي, outfit يعني ملابس. the perfect outfit, الملابس المثالية. that التي, will cost less, اللي هتكلفهم cost يعني تكلف, less أقل. يبقى مرة تانية, then she finds, ثم بعد ذلك هي بتجد, the perfect outfit, الملابس المثالية. that will cost less, اللي هي هتكلفهم أقل. she adds up, هي بتضيف, هي بتجمع, adds up يعني يزود يجمع, the cost التكلفة, in her head في عقلها, يعني بتقعد تحسب كده الحاجة اتكلفت كام وهيوم ما يدفعوا كام في عقلها في الأول قبل ما تيجي تحاسبهم. she adds up the cost in her head. she counts, هي بتعد, money المال, the customers give her, اللي بيعطيها ليها ال customers أو الزبائن. she counts money the customers give her. وفي الجزء الثاني من البيج موجود فيه صورة هنا ومكتوب جنبها next, next لاحقا, next يعني لاحقا بعد كده. يعني I went, أنا ذهبت, to my uncle's job, to my uncle's job, للوظيفة بتاعت عمي أو خالي. he is an هو IT, IT اختصار لكلمة information technology. IT يعني اختصار لكلمة information technology, وطبعا ده بيبقى القسم المختص بالبرمجة والكمبيوترز والحاجات اللي ليها دعوة بالتكنولوجيا في اي شركة من الشركات, بيبقى اسمه قسم الـ IT او الـ information technology. وهو system engineer, systems engineer, مهندس انظمة. فهو مرة تانية, he is an IT systems engineer, هو مهندس أنظمة في القسم بتاع الـ IT. he knows, هو يعلم, a lot كثيرا, about, عن, how computers work, كيف تعمل الحواسيب, ازاي الكمبيوترز بتشتغل, ازاي الحواسيب بتشتغل. he listens, هو بيسمع, to workers describe, لوصف العمال, what they need, ما الذي يحتاجونه, computers to do, أن تقوم به الحواسيب. يبقى مرة تانية, he knows a lot about how computers works. he listened to workers describe what they need computers to do. he researches يعني هو بيقوم بالأبحاث, and choose وبيختار, computer programs البرامج الخاصة بالحاسب الآلي, البرامج الخاصة بالكمبيوتر, that can help اللي ممكن تساعد. he installs هو بيقوم بتحميل, بيحمل الكمبيوترز دي أو بالحواسيب دي, new programs بالبرامج الجديدة, and manages وبيتحكم فيها, بيديرها. then when something goes wrong عندما يحدث أي خطأ من الأخطاء. يبقى مرة تانية, he installs new programs and manages them when something goes wrong. he writes, هو بيكتب, reports التقارير, to the owners إلى الملاك, الأصحاب الشركة يعني, of the company ملاك الشركة, to keep them informed ليبقيهم على علم. مرة تانية, he writes reports to the owners of the company to keep them informed. وكده عرفنا لما نور راحت لـ her aunt and her uncle in their jobs, في وظائفهم المختلفة حصل ايه, وهي كلمتنا عن their jobs او وظائفهم. وبكده نكون انهينا شرح درس النهاردة.
اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.